بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز. اخواتك في الجزائر افتتحوا ملعب تيزي وزو، الف مبروك يا سيدي، يا اهلا وسهلا بيك في الدول اللي بقى عندها ملاعب. بس معلش يعني ساعه الملعب 50,000 متفرج في 2024 نوعا ما الموضوع ده ما بقاش مستحب. المفروض ان انت تكبر الساعه شويه يا عم، كبر ساعه واحد اللي في قلبك ده. هم اصلا الملعب ده كان المفروض يلعبوا فيه كاس افريقيا للمحليين، والحمد لله رب العالمين عشان الديدلاين بس ربنا كرم وهنلعب فيه بطوله الدوري بجد. ليه؟ عشان خاطر في دول لا تستحق هتنظم بطوله افريقيا، واحنا اللي نستحق حق مش هننظم بطوله افريقيا. ثانيه بس، هو ايه علاقه تنظيم بطوله افريقيا بان انت بتعمل ملعب علشان خاطر انت ما عندكش ملاعب؟ لا انا عندي ملاعب. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال انت ما عندكش ملاعب بجد؟ وغير انك انت حتى لو عندك ملاعب، هل انت عندك بنيه تحتيه جاهزه؟ هل انت عندك فنادق جاهزه؟ هل انت عندك اي حاجه جاهزه للبطولات؟ ما هو البطولات دي ما بتحطهمش في ملعب ويلا. ده غير طبعا ان انت لازم تكون دوله محبوبه في الاتحاد الافريقي. شايف ان انت محبوب؟ شايف ان في حد طايق في الاتحاد الافريقي يا كابتن؟ فاقعد ساكت بس، ومحتاجين نتكلم في الحته دي بعدين. اما بقى قصه جدي اللي قرر ان هو يلقح على المغرب، فبصراحه دي عجيبه وغريبه قوي، لان انت عليت كده قوي درجات التحدي. فلما المغرب تعمل اكبر ملعب في العالم، انت ممكن تموت بحصيلتك انت والناس اللي انت قعدت تقول لهم ان ميزانيه بعض الدول دي، ميزانيه بعض الدول ده، بعض الدول دي بتعمل ملاعب عظيمه دلوقتي وبتجدد في الملاعب اللي هي افضل من ملعبك 7,000 مره، الملاعب المجربه واللي جودتها مجربه واللي نجيلتها مجربه. انما انت الناس بتلعب عندك في الملاعب اللي انت قلت ان هي ملاعب جديده وجوده عالميه، وبعد كده الملاعب دي بقت حفر، والملاعب دي راحت في 60 داهيه الجوده بتاعتها. فبلاش والنبي تعلي درجه التحدي قوي كده، عشان لما المغرب تيجي تعمل ملاعب كبيره ما يبقاش شكلك وحش قوي. هتقول لي يا اخي انت عرفت منين ان هو بيلقح على المغرب؟ مش يمكن بيلقح على تونس او بيلقح على ليبيا؟ ما اعتقدش، يعني ما اعتقدش ان هو بيلقح على تونس او بيلقح على ليبيا، خصوصا في موضوع الميزانيه بالنسبه لليبيا دي. اما بالنسبه لتونس فهو علاقته كويسه بتونس، هو علاقته زي الزفت بمين؟ بالمغرب، فاكيد هيلقح على مين؟ هيلقح على المغرب. بصراحه كان تصريح غريب، ولقيت ان في مواقع رياضيه وصفحات رياضيه نقلت التصريح ده، وكل الناس بتسال انت ليه بتعمل كده اصلا؟ يعني انت ليه بتخش في خناقات مع حد عشان خاطر افتتحت ملعب؟ انت في 2024 المفروض ان انت دوله كبيره، ما ينفعش ان انت دوله كبيره فرحان بانجاز ما ينفعش انك تفرح بيه في 2024 وكمان عملته انجاز اسطوري وعملته انجاز عظيم وعملته كذا وكذا وكذا وكذا، وهو اصلا لا انجاز اسطوري ولا انجاز عظيم ولا اي حاجه. دوله بتفتتح ملعب في 2024 بساعه 50,000 متفرج عشان خاطر النادي التابع للمكان ده ما كانش ليه ملعب. بتتكلم في ايه؟ يا عم صباح الفل، مش ناقص وجع دماغ يا عم. انت بتتكلم على دوله كانت عايشه في السبعينات ولسه جايه جديد في الالفيه، وفي الاخر تقول لك الافضل والاجمل. افضل واجمل؟ انت تعرف حاجه عن ملاعب افريقيا؟ مش ناقص وجع دماغ ولا ناقص صداع بقى. في كل الاحوال مبروك عليك، بس مش عايزين نسمع صياح وهري كتير. اما قصه المقارنات فبلاش تخش مقارنات عشان هتخسرها.